السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا لا سيونس نهضروا فيها على الدوزاج ديال البيطون، كيفاش نحسب شحال خاصني ديال لي كونتيتي باش نصاوب 1 متر كوب ديال البيطون، كو بيطون ارمي ولا بيطون دو بروبرتي ولا غرو بيطون. فوالا، انا ديجا صاوبت هاد لي طابلو هادو باش نسامبليفي ليكسبليكاتيون ليكسبليكاسيون سمحوا لي. المهم، بور 1 متر كوب ديال البيطون 350 يعني، ولا البي 25، هذا يعني 350 راه جات من لا كونتيتي ديال السيمو، يعني فيه 350 كيلوغرام ديال السيمو، يعني 7 الخنشات، حيت كل خنشة ولا أو بيان شاك ساك راه فيه 50 كيلوغرام ديال السيمو. فوالا، هاد لا كولون هذا تيتعلق بالبيطون أرمي، وهاد لا كولون تيتعلق بالبيطون بروبروتي، وهذا بالغرو بيتون. بالنسبة للبيتون دو بروبروتي والغرو بيتون راه بحال، غير بالنسبة للغرو بيتون بارفو الدراري تيزيدو فيه الحجر وصافي، حيت يكون الفوليوم كبير شوية. فوالا، باغ كونطخ البيتون بروبروتي راه تتكون فيها 10 سنتيم، دابا راه كاع ولاو تيديرو 6 سنتيم ديال البيتون بروبروتي. فوالا، ندوزو. عندنا بالنسبة للسيمون تنحتاجو 7 الخنشات في 1 متر كوب ديال البيطون ارمي، وبالنسبه للبيطون بروبروتي تنحتاجو فيه 3 الخنشات، والكرو بيطون حتى هو 3 الخنشات باش نديرو 1 متر كوب ديال البيطون. هذا بالنسبه للبيطون ارمي قلنا 7 الخنشات، بالنسبه للبيطون دو بروبروتي 3 الخنشات، والكرو بيطون حتى هو 3 الخنشات، 3 ساك 3 ساك 3 ساك 7 ساك. بالنسبه للصابل، يعني كما تتعرفوا راه 1 متر كوب دو بيتون غادي يكون فيه السيمون، الصابل، الكرافي جي 2، الكرافي جي 1 والماء، داكوغ. بالنسبه للصابل تحتاجو 630 كيلوغرام ديال الصابل، او بيان 0.4 متر كوب ديال الصابل. هادو راه 1 متر كوب، هذا بالكيلوغرام. صراحه راه بالنسبه اونتر الكرافي جي 2 و جي 1 راه كاين واحد شويه لا ديفيرونس بالنسبه لو بوا، مي بالنسبه للفوليوم راه تيبقى بحال. بالنسبه ندوزو بالنسبه لو صابل، راه نفس الكونتيتي اللي كاينه في البيطون ارمي هي اللي كاينه في البيطون دو بروبروتي، هي اللي كاينه في البيطون في الكرو بيطون، يعني 0.4 متر كوب 0.4 بحال. بالنسبه للجي 2 الكرافي جي 2 حتى هو نفس الشيء، 0.4 ديال الجرافي راه 600 كيلو، 0.4 متر كوب ديال الجرافي راه فيها 600 كيلوغرام، ماشي بحال لو صابل، لو صابل فيها 630. بالنسبه للجرافي جي 2 جي 1 حتى هو نفس الشيء 0.4 حتى هو. بالنسبه للماء، الماء 175 لتر في شاك متر كوب، هذا راه بحال. الا جينا ندير واحد لا كومباريزون، لا ديفيرونس الوحيده اللي كاينه راه كاينه في السيما. السيما كاين في البيطون ارمي تلقاو 7 الخنشات، باغ كونطخ البيطون دو بروبروتي و الكرو بيطون راه فيهم 3 الخنشات، صافي. هادشي هذا هو الفرق اللي كاين. وبالنسبه للكرافيي و الصابل، راه دائما لو صابل فيها 0.4 متر كوب، وبالنسبه للجرافي راه 0.4 في الجي 2 و 0.4 في الجي 1، و 175 يترو ديال الماء. داكوغ، انا هنا درت واحد ليكزامبل، حسبت مثلا واحد الفوليوم ديال البيطون خاصني مثلا في واحد الخدمه 15 متر كوب ديال البيطون. بالنسبه ل 15 متر كوب ديال البيطون تشد هذوك لي غاسيون تنضربهم في 15، بالنسبه 15 متر كوب دو بيطون ارمي عندي قلنا حنايا 1 متر كوب فيه 7 الخنشات، ها هي 7 ضربتها في 15، يعني غنحتاج 105 ساك ديال السيما ديال 350 ديال 350 ديال السيما. بغيت نقول لكم يعني السيما بالنسبه لنا، السيما تنخدمو بالسي بي جي 45، يعني نحتاجو 105 ساك ديال السيما سي بي جي 45، وكل ساك راه تكون فيه 50 كيلوغرام. داكوغ،
بالنسبة للبيطون دو بروبروتي، راه إذا كنا محتاجين 15 متر كيوب ديال البيطون دو بروبروتي، راه نحتاجو غير 3 في 15، يعني غير 45 ساك، والكرو بيطون حتى هو نفس الشيء 45 ساك. بالنسبة لو سابل، تنشدو هداك لو غاسيون 0.4 تنضربو في هديك 15 متر كيوب، تعطينا السد الخناجي 6 ساك. ونفس الشيء بالنسبة ليهم كاملين، قلنا لو سابل والكرافيي راه بحال بحال هما والما، الاختلاف الوحيد اللي كاين في لو نومبر دي ساك دو سيما. وندوزو درت هنايا عاوتاني واحد لو طابلو بالنسبة للفورما ديال الكارلاج، الا بغيتي تحسب حتى هي السلعة اللي غتحتاج فيها. بالنسبة للكارلاج تتكون عندنا الفورما تتكون عندنا الفورما والجليج. بالنسبة للفورما هي اللي تنحددوها هنايا، بالنسبة للكارلاج راه تتحسب غير لا سيرفاس اللي عندك. بالنسبة للفورما تحتاج السيمة والصابل هنا، والفورمة غالبا تتكون فيها 5 سنتيم. صف بعد مرات يكونوا شي مشاكل بالنسبة لدوك لي تويو اللي تيدوزو فوق الضالة ديال الاليمونطاسيون ديال الماء، وداكشي ديال الصرف الصحي حتى هو في بعض الأحيان تحتاج أكثر من 5 سنتيم، تقدر تمشي حتى 10 سنتيم كاع. فوالا، دابا نحسبو حنايا مثلا عندنا واحد لا سيرفاس ديال 100 متر كاري. اولا تنحسبو الفوليوم اللي خصنا، حنا تنعرفو ليبيسور ديال الفورما، مثلا حنا نحسبو بوغ 5 سنتيمتر دي بيسور، يعني 0.05 متر. متر 5 سنتيم هي 0.05 متر. وهنا عندنا لو سيمون، عندنا تنديرو الدوزاج، تنديرو فيه 1 متر كيوب ديال لو صابل، تنديرو فيه 5 الخناشي، يعني 250 كيلوغرام ديال السيمون. داكور، هنايا جيت انا درت واحد، مثلا عندي واحد 100 متر كاري، بغيت ندير ليه الجليج والفورما، ونحسب شحال خصني ديال الرملة وشحال خصني ديال السيمون. بالنسبة للرملة هي تنشد هاديك 100 متر كاري وغادي نضربها في ليبيسور، ليبيسور هو 0.05. داكور، هي في 0.5 عطاتني 5، يعني نحتاج 5 متر كيوب ديال لو صابل، يعني 5 متر كيوب ديال لو صابل. بيان سور هاد 5 متر كيوب ديما غادي تزيد واحد لا مارش ديال 10 سنتيم، يعني هتشد هاديك الخمسة وغادي تضربها في 1.1، يعني هتخصك واحد 5.5 متر كيوب تجيب 6 متر وكاع ديال الرمل. بالنسبة للو سيمون تتشد هاديك 5 × 5، هي تتولي تشد هاد 5.5 وتضربها تضربها في 5 الخناش، فوالا نلقاو 27.5 ساك، تجيب 28 ساك. داكور، فوالا هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، وما تنساوش ديروا لنا جيم وابوني باش تشجعونا نعاودو نديرو دي ريغوشيغش ونجيبو لي زانفورماسيون ونبارطاجيوهم معاكم. شكرا، الله يعاونكم.